مراسل صحفي من حق الصور كمراسل صحفي كمراسل صحفي انا غادي نصور هذا الشيء. اسمح لي عندي الحق باش نصور عندي الحق باش نصور مراسل صحفي ما كنصور لكش الداخل تنصور السيده طايحه ثلاثة لي زابيل درت للمدير ما كيجاوبش. حاج وحدك عاد تقول لصاحب التيفو ماشي هو اللي عندك التيفو. كمراسل صحفي. وي جاب واحد التيفو. صور زيدي صور 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 الله يرحم والديك. صور. وصحت لي اخي جا السبيطار حنا. ما تدخلش في الروح وما تطلعي منها. الحشومة هذا. هضري على الله على حقك. اخواني كما كتشاهدوا حنا الان قدام المستشفى المركزي بمدينه خنيبرة بعد ما جيت لقيت بان السيد الحارس العام مشدات مع شي واحد وكاين حتى رجال الامن اللي راهم تيحرروا محضر مخالفه لاحد الاشخاص الا ان واحد السيده هنا طاحت ما عرفناش مالها وثلاثه ديال لي زابيل كنصوني على السيد المدير وما تيجاوبش صونيت عليه بالنمره الخاصه ديالو وصونيت عليه بالنيميرو ديال الخدمه وما كانش اللي كيجاوب يعني واحد الحاله واقعه الان في السبيطار راه الله ياخذ الحق في اللي كان سباب اما باش يجي يحيد لي التليفون ما عندوش حق ومازال انا ويا غادي نشوف اش كاين. بارطاج اخويا باش نشوفوا هاد الفضيحه اللي واقعه هنا في المستعجلات ديال خنيفرة بارطاجي وتشوفوا شنو هاد الشيء. اش الشريفه مالك اش الشريفه كحالتي لهنا. اخوان كما كتعرفوا الحارس العام المعنات الحارس العام اللي ديما غير داك النهار رغبنا عليه باش ما يتاخذوش فيه مجموعه من الجمعيات الاجراءات اللازمه اليوم نعم تيجربوا عليك لا ما لا الدخل كاينين شي حوايج ما خصنيش ندخل ليه الدخل اما برا هنا يمكن لي نلتقط الصوره ولا بس فاش خرجوا هاد الناس هاد السيده لهنا هذه رسالة للإدارة الجديدة في شخص المدير الجديد وفي شخص المندوب الجديد أشنو النصيب ديال المواطن الخنيفري أو لا أي واحد كيرتاد هاد المستعجلات ديال مدينة خنيفرة ها النصيب ديالو الإهمال ولا مبالاة ها انتوما تجي تدوي على حقك يعيطوا لك البوليس وغادي يديروا لك إهانة موظف اش وقع لكم مع انتوما اختي؟ اش وقع لي مع السيده طايحه في الشارع جبناها لهنايا قال لك خدامه حتى حتى نهزروني عادي يمكن لك تدخلوا شنو هزك عاد ندخل علاش عاد حزك باش ندخل؟ وكيفاش وقع لكم حتى تشد خوكم ولا شكون؟ لا ماشي خونا انا الصلاه على النبي اش وقع لك اخويا؟ اش وقع لي لقينا البلاصه اللي نديروا فيها الخير الناس ما عرفناش هذا يعني هذا المستشفى ديال مدينة خنيفرة تجي تهضر على حقك يلصق لك منتيف الصلاة على النبي. خلينا احنا القانون وما يكفوش على حارس العام على حتى انا دريت الغرفة 100 ريال ها
اخوان كما كتشاهدوا هنا واحد الحاله واحد الفوضى في وسط المستشفى الاقليمي ديال مدينه خنيفره. راه الله يحسن العوان راه الناس واحد جاي يهضر على حقه عيطوا له على البوليس ها هما داينوا. الصلاه النبي هذا الشيء اللي كاين بارطاجيو اخوتي الله يجازيكم بخير. هذا اللايف يوصل عاد غادي نشوف انا اشنو بارطاجي بارطاجي خويا بارطاجي 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 طلع نسبة المشاهدة باش تفضح هاد الشيء اللي تيوقع في هاد المستشفى ديال مدينة خنيفرة. الصلاة على النبي بغينا هاد الشيء يوصل للديليغي بغينا هاد الشيء يوصل لمعرف اشنو الإدارة الجديدة خاصها تتحمل المسؤولية ديالها. الصلاة على النبي شخص المدير الجديد صافي السيد كيما كتشاهدوا ها هو راه هضر على ما عرف كيفاش طرا ليه عيطوا ليه على البوليس راهم داينوا ها هو ما هضرتيش غادي يبقى غادي تبقى مرمي بحال هكذا. الصلاة على النبي يلا الاخوان حنا راه حنا في المستشفى في المستعجلات ها فين ها انتوما المستعجلات ديال خنيفرة يلا واش كتسناي دابا الشريفة؟ مرحبا يعني ما داروا لها والو مرحبا منين جبتيها الشريفة؟ ناق الموز جبتيها من ناق الموز شحال وانت مخليها هنا لداخل؟ لحقت معاها انا قاعدة هنا من الظهر وانت جالسة بالبنت ديالك هنا ما كانش اللي جاوبها في الاخر خرجوها انا مزوجتة ضربات عليا الطبلات هذيك خرجوها ليا وخرجتها. هانتوما كتشاهدوا الاخوان راه حنا في المستشفى المستعجلات ديال مدينه خنيفرة هنا كنحملوا المسؤوليه للمدير وكنحملوها للديليغي وكنحملوها للحارس العام اللي كيتعنت دابا وكاين حاليا. مفرعان مفرعان هانتوما كتسمعوا الاخوان الناس اش تيقول. شو صاحبي اش هادشي السيدة كتشوف البنت ديالها كتموت قدامها راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن الآن بالمركز الاستشفائي لمدينة خنيفرة حيث الحياة ديال المواطن رخيصة 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 لواحد الدرجة أننا عينا ما نصبروا عينا ما نسكتوا عينا ما نقولوا ما كاينلاش ما كاينلاش ما كاينلاش ولكن ملي كتوصل واحد اللحظة السكوت عن الحق فهو شيطان أخرس. يلا إخواني يلا إخواني شاهدوا معايا هذه الحالة ديال هذه السيدة اللي راه مرمية قدام السبيطار ديال خنيفرة. أينك يا إدارة المستشفى بعد ما هتفنا السيد المدير في جوج ديال الأرقام ديالو وفي الرقم ديال الخدمة اللي كان عند المديرة القديمة وأصبح عنده ما كيجاوبش هتفنا في الرقم الثاني ما كيجاوبش. حنا الآن أمام مستعجلات مدينة خنيفرة السيدة جايبة البنت ديالها من أكلموس الا انه ما متهضر كتقول لك من الظهر حتى لدابا. هذا هو حال اي مواطن كيقصد هذا كما تنسميوش مستشفى هنا المقبره اجي تموت على خاطرك هادشي صافي اجي تموت على خاطرك في بغيتي سديها خويا في بغيتي سديها ترى مع السيده ايوا جابها مسكين
من قلموس وهو رداع بضلا. انتوما كتشوفوا الاخوان، انتوما كتشوفوا، انتوما كتشوفوا الاخوان. ها هما الناس جابوا السيده من اقلموس، ضربوا الطريق، ضربوا تماره، ما خلاوش داروا. ها هما في الاخر رادينها مسكينه، لان المستشفى ديال موت على خاطرك ها اللي تيوقع فيه لاي مواطن. ها انتوما كتشوفوا الاخوان، واش جبتوها في لومبيلونس ولا فاش جبتوها؟ جابوها في لومبيلونس وغادي